السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. غادي نهضر لكم على المباراة الوداد البيضاوي أمام سان داونز فريق جنوب إفريقيا. إذن قبل ما نبداو أخوتي، مبروك للوداديين، مبروك للمغاربة من طنجة إلى الجوري العزيزة، ألف ألف مبروك الفوز على سان داونز خاص في المركب محمد الخامس. إذن جوج الواحد، غادي نناقشو لكم هاد النتيجة. اللي عليكم هو تبعوا هاد الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي وساعدونا باش نوصلوا القناة 300K. وديما وداد، مبروك للوداديين. صراحة استمتعنا في هاد المباراة رائعة جدا، مباراة برشلونة ريال مدريد. إذن فريق سان داونز أقوى فريق خاص في افريقيا، الوداد البيضاوي الوداد الأمة أفضل فرق في افريقيا. إذا نشوفوا لكم هذه المباراة النهائي خاص دوري خاص افريقيا. هذا الدوري ديال النهائي خاص بين الوداد وسان داونز كان رائع جدا، وهذه المباراة ديالي. إذا المباراة ديالي انتهت الفوز الوداد البيضاوي على سان داونز 2-1. غادي ننتظر خاص المباراة ديال اليوم خاص في الملعب ديال جنوب افريقيا ديال سان داونز. واش الوداد البيضاوي غادي تحفظ على النتيجة؟ واش الوداد البيضاوي قادرة تفوز على سان داونز في الملعب ديالها وتتويج بهذا اللقب الدوري افريقيا كاس سوبر؟ اذا هذا اللقب كاس سوبر وفيه بزاف ديال الاموال، فيه بزاف ديال الفلوس. الفريق اللي غادي يفوز بهذا كاس سوبر دوري افريقيا غادي يفوز بمبالغ خياليه، المال الكثير. اذا الوداد البيضاوي اذا فاز بهذا اللقب ديال سوبر دوري افريقيا غادي تفوز بواحد المبلغ خيالي. ومن بعد ان شاء الله غادي نناقشوا لكم هاد الثمن وشحال سوى هاد اللقب وشحال غادي يربح الفريق الوطن اللي غادي يفوز بهاد اللقب اللي كينتظر الوداد البيضاوي وجماهير الودادية. صراحة كنرفع قبعة على الوداد البيضاوي، كنرفع قبعة على الجماهير الودادية اللي داروا واحد الصورة رائعة جدا. كيما قعدتهم المكانة فريميجا رائعة جدا، اللهم بارك. إذا نتمنى إن شاء الله التوفيق للوداد البيضاوي في المباراة ديالية. بداية غادي ننتظروا ربما أسبوع فقط وغادي تبدا المباراة ديال سان داونز والوداد البيضاوي، المباراة ديالية. إذا إما تفوز وتفوز باللقب، إما تحفظ على النتيجة. إذا أنا رأيي كنقول 90% الوداد البيضاوي هو البطل خاص كأس سوبر الدوري الإفريقي. إذا نتمنى إن شاء الله يكون خير، وفي نفس الوقت الوداد البيضاوي بين بأنه فريق قوي. إذا شفتوا كيفاش لعبات الوداد اليوم أمام سان داونز، سجل الهدف الأول، من بعد الشوط الثاني بعد العيادة اللاعبين، ماشي بعد الناس كيقولوا بأنه الوداد شنو واقع في الشوط الثاني. إذا سان داونز باغيين يسجلوا التعادل، سان داونز فريق قوي، سان داونز أقوى من الأهلي، سان داونز أقوى من الترجي. باش نكون واقعيين، هذا هو الواقع الاخوان. وديما وداد البيضاوي ودائما نتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. اذا الحاجه اللي زوينه بزاف خاص في الوداد البيضاوي هو كتسجل الهدف ولا كتستقبل الهدف كترجع بسرعه. اذا كاين الفرق كبير جدا. اذا الى شفنا المباراه ديال اليوم بين الوداد البيضاوي وسان داونز شبه خاص نصف النهائي دوري ابطال افريقيا في الماضي 2022. اذا نتمنى ان شاء الله التوفيق للوداد البيضاوي خاص المباراه ديال اليوم، نتيجه رائعه جدا خاص الوداد البيضاوي. اصعب حاجه هو يفرض عليه التعادل. اذا الى رجعنا للماضي كان سان داونز فرض التعادل على الوداد البيضاوي 0-0، ولكن الوداد البيضاوي مشى لجنوب افريقيا حصل على النتيجه ديال التعادل 2-2. ونتمنى ان شاء الله علاش لا نحصلوا واحد لواحد هذه المباراه ونفوزوا باللقب ان شاء الله بحول الله. اذا كرة القدم المغربية تطورت بواحد المستوى رائع جدا، شفتوا الوداد خاص في النهائي، شفتوا كرة القدم تطورت بواحد المستوى كي كنا كي ولينا ابشر واقعي.
إذن في نفس الوقت إلا كانت الوداد فاز باللقب الدوري على الطاري الإفريقية غادي تدخل بقوة، وبعد الفرق ديال الإفريقية يخافوا من الوداد البيضاوي. إذن نتمنوا إن شاء الله الوداد البيضاوي تفوز بهذا اللقب وتفرح الجماهير ديالها وتفرح المغاربة كاملين من طنجة إلى الوداد عزيزة. إذن هذه المباراة رائعة جدا، بعد نهاية المباراة كانت واحد الاحتفال رائع جدا من الجماهير الودادية والجماهير المغربية في كل مكان، خصوصا حاليا كنعيشوا الذكرى ديال المسيرة الخضراء، خاص الذكرى ديال المسيرة الخضراء استرجاع الأقاليم الجنوبية والتحرير خاص الصحراء المغربية خاص المستعمر السابق ديال اسبانيا. إذن احتفال خاص بالذكرى ديال المسيرة الخضراء واحتفال خاص بالفوز الوداد البيضاوي على صنعاء. إذن فرحة كبيرة جدا جدا للمغاربة كاملين من طنجة إلى الهوية العزيزة. نتمنى إن شاء الله يكونوا خير، وديما المغرب كما كتشوفوا الراية ديما مرفوعها، وديما الوداد البيضاوي، وديما المغرب، واحتفالات رائعة جدا في الشوارع ديال العيون، شفنا احتفالات في صحة المنشوار، وشفنا المزيد هذا العالم ديال المغرب احتفال بالذكرى ديال المسيرة الخضراء في كل مكان. سمارة احتفالات خاصة بالذكرى ديال المسيرة الخضراء. المنطقة ديال المحبس علم ديال المغرب في كل مكان احتفال بالذكرى ديال المسيرة الخضراء، وفي نفس الوقت العلم ديال المغرب من طنجة إلى القوهرة العزيزة في كل مكان احتفالات بالذكرى ديال المسيرة الخضراء. ونتمنى إن شاء الله يكون خير إن شاء الله، وطرحهم على اللاعب خاص اللي توفى خاص لاعب الوداد البيضاوي في حادثة السير. هدية الحياة هدية الدنيا، مع الأسف الشديد الحياة كتبدأ وكتنتهي، شنو نقول لكم العمر بإذن الله. إذن أي لحظة انتهى العمر السلام عليكم، يقدر السكتة القلبية، يقدر حديثة السير، يقدر أوزيد وتيوزي. إذن الحياة هكا اللي دايرة، ومع الأسف الشديد إذن بعض الجماهير الودادية بقى فيهم هاد اللعيب اللي توفى خاص في حديثة السير، الله يرحمه ويرزقنا الجنة. والحياة هكا اللي دايرة، إذن دائما نأمر بالقدر ديال الله سبحانه وتعالى، والحياة هكا اللي دايرة. مع الأسف الشديد العمر قصير جدا، بسيط جدا، إذن الحياة والو. إذن إلى رجعنا نشوفوا كتلقى ربما طفل في عمره عامين كتوفى، يقدر تلقى طفل 6 سنين توفى، يقدر تلقى طفل في عمره 17 سنة باقي ما دوز حياته، باقي ما تجوج، ما دار مستقبل، توفى. إذن العمر ديال الله سبحانه وتعالى، وكاع الناس اللي كتمشاو في كرة الأرض كلهم تحت طرف واحد النهار. إذن الدنيا راه غير دايزين فيها، دائما ما يكونش واحد الحوسه وما يبقاش فيكم الحال بانه هذا اللاعب ديال الوداد البيضاوي توفى. شفنا واحد الحزن خاص في المواقع الاجتماعيه، شفنا المهم طرحوا والحياه هي هذه. واجب دائما تامنوا بالله سبحانه وتعالى وتامنوا بالقدر ديال الله سبحانه وتعالى، والحياه اللي دايره غير مضمونه تماما مع الاسف الشديد. اذا انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، اذا كلشي ديال الله سبحانه وتعالى. عندك العمر انتهى العمر، السلام عليكم، بحال ما قال صليت لها الحجر، السلام عليكم، هذه هي الحياة. ونتمنى ان شاء الله يكون خير، ودائما مزيان الانسان يرجع للطريق المستقيمة، ودائما يدير الخير باش تلقاه، وفي نفس الوقت إذا درتي واحد العمل صالح خاص في الدنيا ودرتي الخير راه تلقاه خاص في دار البقاء. إذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى مبروك للوداديين ومبروك للجماهير المغربيه في كل مكان. اذا قررت باش نهضر لكم على بعد النهايه ديال المباراه ديال الوداد البيضاوي وصن داونز فريق جنوب افريقيا. اذا النتيجه انا رايي لو كان 3-1 تكون مزيانه، ولكن 2-1 كتكون صعب. اذا صن داونز ما بقاش كيما كان، هذا الفريق تطور بزاف، الفريق ما بقاش كيما كان، الماضي ديالو كان مكشوف، دابا حاليا ولا فريق قوي، ولا فريق صعب جدا. اذا أكثرية ديال اللاعبين ديال صن داونز كيلعبوا في جنوب افريقيا. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، وش نقول لكم الوداد البيضاوي خاص ترفع التحدي خاص في المباراة ديال اليوم، هذا هو الحل، اما الفوز اما التعادل، الفوز على صن داونز ولا التعادل على صن داونز تما وتجيب اللقب ان شاء الله بحول الله. انا رايي اش نقول لكم 90% الفوز الوداد البيضاوي ان شاء الله بحول الله. تحياتي طنجة المغرب.